السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجو في قناتكم سبورة لا دي زاد مع قاضي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدام. خاوتي الموضوع تاع هذه المره غادي نهضروا على الوزير خالدي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مغير الاحوال، يعني بين ليله وضحاها ولا بين ليله ونهار تغير امور وتغيرت معطيات، انقلبت حوالي 180 درجه، باش ما نقولوش 360 درجه باش ما نرجعوش للصفر، نقولوا 180 درجه. سبحان الله، شفنا البارح كان ستريس بزاف خاصه على النخبه ولا الجمهور الرياضي المتتبع للشان الرياضي، كنا نقارعوا بفارغ الصبر لهذه التغييرات او التعديلات الوزاريه. شفنا ظهروا بعض الريمار، شفنا ظهروا بعض الاشاعات، شفنا ظهروا بعض الاخبار ان وزير الشباب والرياضه خالدي لن يكون على راس هذه الوزاره الوصيه، وخاصة كي شفنا بعض الاشخاص وخاصة بعض الصحفيين للاسف يقوموا بالتصريحات، ولا شفناهم فرحانين ومبدلين لابسين الكوستيمات وما شاء الله تبارك الله، على واش؟ للتغييرات الوزارية. هل يوجد كما احنا نقولوا حاجة في نفس يعقوب؟ الله اعلم. لكن كي تشوف تصريح مثل تصريحات صحفي عبر قناة النهار ويقول هذيك الكلمات اللي تجاوز، انا في نظري ربما في نظر واحد حاجه عاديه، لكن تجاوز كل الخطوط الحمراء. في اي خطوه حمراء، كيف انت وزير مازال على راس الوزاره تقول له انت غلطه على راس الوزاره، كي تقول له ترى خطأ على راس هذه الوزاره، شكون اللي حط الوزير خالدي؟ حطه اما الرئيس تبون او الوزير اول جراد المكلف لهم باختيار اعضاء الحكومه او التشاور لاختيار اعضاء الحكومه. انت كي تقول له اخطات ولا انت خطا، سما لي حطو خطا، سما الوزير الاول جراد او تبون هو اللي غلطو. هذه انا هذه نفهمها كيما. اضافه الى هذا، شفنا رغم زله اللسان تاعو رغم الخطا اللي وقع فيه، لكن الوزير خالدي عنده حاضنه جماهيريه وعنده بعض الجماهير تثيق فيه، خاصه باللقطه الاخيره ولا الهده كيما حنا نقولوا بالعاميه اللي دارها اصدار ذلك البيان مع وزارات مشتركه، منها وزاره الداخليه، وزاره العمران، اضافه الى وزاره اخرى، ثم وزاره الشباب والرياضه. ذلك البيان اللي يحفظ قوانين الجمهوريه ويحفظ هيبه الجمهوريه، من خلال ماذا؟ انه لا يوجد تعديلات في قوانين الاتحاديات او الجمعيات الرياضيه في سنة انتخابية، يعني كي يكون الفوط ما عندكش الحق تغير القوانين، وهذه حاجة ثمناها ونثمنوها، وخاصة كذلك قانون ازدواجية العمل لازم تطبقه بحذافيره، اللي عنده زوج خدمات هالي ديكاج، ما فيهاش اللعب، ما يقولوا لك تفرغ الساحة الرياضية، عندنا معاهد رياضية يخرجوا بالآلاف في العام، كل عام يخرج لك 5000 أستاذ تربية بدنية، يخرج لك مش عارف شحال من الألف تاع أستاذ مدرب جامعات عندنا ومعاهد رياضية عندنا، وكل عام يخرجوا أنا كنت نقرا في الجزائر، كنا في البرومون تاعي أنا كانت 600 واحد ولا 700 واحد، هذه في البرومون تاعي أنا، بلا الدوزياماني بلا التروازياماني بلا الماستير بلا ماستير دو بلا اللي عندهم ماجستير بلا كذا بلا لي كذا. حنا في الماجستير خرجنا مش عارف شحال 600 وقيلة ولا ما على باليش، باش تشوفوا خاوتي الافه كيف يقول لك يفرغ السياحه من الخبره. واش من الخبره؟ ما كاش خبره سي معالي الوزير، القانون ثم القانون، يجب صاي بدا تخدم الحمد لله، رانا شفنا راهم تفاعلوا معاك، شفنا تفاعل خاصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل كان معاك كبير وكانت الناس حابك تقعد. لماذا؟ لانه شافوك حبيت تطبق القانون. نعرفوا يوجد عراقيل، يوجد اتصالات، عندك امور ما تقدرش تتجاوزها، عندك امور لازم تشاور فيها، عندك امور كثيره، لكن الان باعطائك الثقه سما قالوا لك خدم، لازم تخدم ولازم تبيننا. حتى لو كان حل البرلمان وكان إجباري أو بالضروري سقوط هذه الحكومة وتغيير الحكومة، ربما هذو الثلاث أشهر لو تخدمهم مليح تفرض روحك وتفرض وجودك، خاصة لما الشارع يكون معك، خاصة لما الشارع يكون معك وانت بديت تكسب في قاعدة جماهيرية، حافظ عليها وحاول تزيد تنميها، خاصة بفرض قوانين الجمهورية. الشعب الجزائري ولا الجمهور الرياضي حابين يطبقوا القوانين؟ هذا ما هم حابين، هذه مشكلة الجزائر. طبق القوانين كيما على اكس كيما على ايكرا كيما على ا كيما على بي كيما على سي، القانون ثم القانون، والقانون على الجميع وليس على فئة معينة وفئة لا. حنا شفنا بعض التجاوزات صرات، شفنا كيف امور شفنا، لكن الان عندك الوقت وعندك الدعم
وعندك دعم الجمهور، عندك دعم الدولة، وعندك انت حتى انت راك في ثقة كبيرة، خاصة بمنح الثقة هذه للمرة الثانية ربما من الوزراء القلائق، سما راك انت كيما بوقادوم ولا كذا، يعني عندك ثقة من كيما احنا نقولوا السلطة الأولى اللي تمثلها في رئاسة الجمهورية. أي بري ورينا حنت يدك، ورينا حنت يدك، احنا نحوسوا على القانون. عندك أمور كثيرة، ربما راك داير في دروت، ربما راك داير مخطط سنوي، راك داير موزع عبر ربما يخلوك لان العاب اولمبيه راهي جايه، العاب البحر الابيض المتوسط، عندنا ربما استحقاقات كبيره ويحق لنا واحد لازم يكون واحد واقف عليها باتم معنى الكلمه، ربما كاس افريقيا نتقدموا بملف تنظيم سواء لشان اللي غادي تتنظم، سواء الايديسات، سواء حتى للاكابر الماله، ربما نفسه على تنظيم العاب اخرى، العاب شتويه اولمبيه، الله اعلم. لو كما احنا قالوا كانوا كاع المشاريع جاهزه، عندنا الحق كدوله جزائريه عندها مكانه على الساحه الدوليه والافريقيه، عندها الحق خاصه العاب افريقيه مما يمكن اللاعبين والنخبه تاعنا من التاهل مباشره. يعني عندنا امور، لازم استقرار وزاره الشباب والرياضه، واذا استقر خالدي غادي تكون النتائج خاصه في الاصلاح، مع أن هذه الوزارة أكبر من أكبر الوزارات الفاسدة، خاصة اللي فيها من أموال، فيها أموال كثيرة، كي نشوفوا حنا اللاعبين شحال يتقاضوا، نشوفوا المشاريع، نشوفوا الإشهارات، نشوفوا كذا، نشوفوا كذا، نشوفوا الرؤساء كيف يهضروا بالملاير، الدولة شحال تمنح كذا كذا، يعني أمور كثيرة وكثيرة، تخلي هذه الوزارة ولا تخلي الرياضة بصفة عامة من أفسد القطاعات في الدولة، من أفسد القطاعات في الدولة. كي يجي واحد كي يصلح 30 إلى 40%، يعني دار اللي عليه، دار اللي عليه خاطي، بكل الإكراهات، بكل التليفونات، بكل الصوالح، يواسي ينقي 40%. سمعوا لي خاطي، سما دار، أنا رسالة للوزير خاطي، دروك كفانا من القال والقال، دروك البداية العمل، بكيف العمل، أنت أدرى مني في هذا، أنت ما شاء الله عندك كفاءة علمية، كفاءة كما قالوا الاعداء تاعك، ولا كما قال الصحفي كمال وهمي انك كنت ماجور دي برومو في مدرسه عليا للاساتذه، وحنا خريجين هذه المدرسه ونعرف قيمه العلم. تعرف انت قبل اي واحد تعرف قيمه تطبيق القانون ولا تطبيق المبادئ ولا تطبيق هذه الامور، يعني القانون ثم القانون، حتى انت باش تحمي نفسك وتحمي قطاع الرياضه بتطبيق القانون، عندما لا يكون تجاوزات، عندما لا يكون اختلالات، وامور كثيره. ان شاء الله بربي، ان شاء الله بربي يا معالي الوزير، ودائما الخطاب يكون خطاب مؤسساتي، ونكررها ونعاودها، من يخاطب اي وزير حتى لو شاف فيه فساد الدنيا كاع، يخاطبه بخطاب دوله او بخطاب مؤسساتي، لانه راك تهين في وزير بلادك ربما بدون قصد تهين بلادك، خليه يخرج من واسمه واعطيه، بصح ما دامو كيما حنا نقولوا في منصب تاعو النقد لكن بدون التجريح. انا هذا المبدا تاعي، وهذه قرايه اللي قريتها، والله وكل واحد ربي يسهل عليه، كل ربما بزاف يختلفوا معايا، ومرحبا بخوتي، وكيما انا مرحبا عندكم انتم مرحبا عندي، كل اختلاف ماذا بينا يجي الاختلاف، ويكون النقد والاختلاف يكون على كيما حنا نقولوا طبق علم، يكون على طابله تاع علم، ما يكونش كيما حنا نقولوا تخالفني ونخالفك اي في تقعد تخالفني وصاي. انايا نرجع للوزير خالدي، الوزير خالدي تاع حاجه سهله ماله، تطبيق القانون. يا خويا الجمهور الرياضي راح حاب تطبق القانون، سواء وما توقفش، شوف الجزائر ما توقف على اي حد، ما توقف على اي حد، راك فاهمني شاني باغي نوصل لك، طبق القانون، طبق القانون، واذا خرجت تخرج مرفوع الراس، تخرج مرفوع الراس. الحمد لله كون خرجت هذه المره، رغم اني نعاودها لك، رغم الزله تاعك تاع اللسان، والناس جراو واقفه معاك، كي نشوفوا في التعاليق وزيرنا خالدي، وزيرنا خالدي، لما هذا حافظ على هذه الحاضنه، حافظ على هذه القاعده الجماهيريه اللي راهي بدات هي كوميونيتي صغيره، تكبر مع مرور الوقت. كيف تكبر؟ تكبر بفرض القانون، تكبر بفرض القانون، القانون ثم القانون. لما تفرض القانون والجمهور الرياضي يشوفك انك تحاول، رغم انك ما تطيقش، لكن راك تحاول، واعطيتهم اثباتات مثل البيان، مثل ازدواجيه العمل، مثل امور كثيره، شفنا احاطتك برياضيين النخبه، شفنا كذلك تدخلاتك، كانت تدخلات مهمه في الجانب الرياضي، خاصة مع سليمة سواكري اللي راه معطينا رياضي النخبة. حاولوا تجسدوا مبدأ القانون ثم القانون وفقط. حنا كي تشوفوا تطبق في القانون، حنايا ندعموك،
الجمهور الرياضي يدعمك وامور كثيره الدوله تدعمك وبزاف امور. لهذا نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك تقعد اكبر مده اكبر مده في وزاره الشباب والرياضه، لان اضعاف من سبب ضعف وزاره الشباب والرياضه هي تغيير الوزاره. أي هذا هو خاوتي الموضوع تاع اليوم. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.